أعرب سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالة الملك المعظم من رعاية للمسيرة التعليمية بدعم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة مستمرة في تحسين أوضاع المعلمين وإتاحة المزيد من فرص الترقي الوظيفي أمامهم. جاء ذلك خلال حضور سعادة الوزير احتفال الوزارة بمناسبة يوم المعلم العالمي. تقوم الوزارة بدعوة أعداد كبيرة من المعلمين للمشاركة في هذا الحفل، كما تحث جميع المدارس والمؤسسات التعليمية على الاحتفال والاحتفاء بالمعلم البحريني. من دون شك المعلم البحريني يحظى بالرعاية والاهتمام من الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وطبعا احتفاء بهذه المناسبة أيضا وطبقا لتوجيهات الحكومة الموقرة، اتخذت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية الإجراءات اللازمة لترقية أكثر من 130 معلم ومعلمة إلى موقع معلم أول، وبالتالي ينتقلون إلى مصاف القيادات التعليمية. وهذا طبعا جزء من طبعا توجهات الحكومة الموقرة بإتاحة فرص الترقي الوظيفي وطبعا التطور الإداري والمهني بالنسبة للمعلمين من جميع القطاعات. تحية إجلال وتقدير في يوم المعلم العالمي قدمتها مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم في احتفالية متميزة بمشاركة نخبة من المعلمين من المدارس الحكومية والخاصة والمسؤولين المعنيين من قطاعات التعليم المختلفة تقديراً لهم على كل ما يقدمونه في الصروح التعليمية لأبنائهم الطلبة. في الحقيقة بداية أحب أشكر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على اهتمامه بالكادر التعليمي وترقية عدد من المعلمين إلى معلم أول، بالإضافة إلى أحب أشكر وزارة التربية والتعليم متمثلة في سعادة الدكتور محمد مبارك الموقر على الحفل الكريم اللي قدموه اليوم وجميع الجهات المنفذة لهذا الحفل. في الحقيقة هاي الأمر راح يكون دافع كبير لنا ولجميع إخواني من المعلمين والمعلمات. أحب أهنئ جميع المعلمين في القطاع في قطاع التعليم وفي وزارة التربية والتعليم، وأشكر سمو ولي العهد بمناسبة الاحتفاء بيوم المعلم. جدا سعيدة بوجودي واختياري كمعلم متميز. سعدنا الصراحة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بترقية 130 معلم إلى وظيفة معلم أول، وهذا يعني ينعكس بشكل إيجابي على الميدان التربوي بشكل خاص وعلى الميدان يعني التعليمي بشكل عام في مملكة البحرين. في هذه الاحتفالية تم الإعلان عن أسماء 130 معلما بحرينيا تمت ترقيتهم من وظيفة معلم إلى معلم أول تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي تعزيزا لفرص التطور الوظيفي للمعلمين. جدا سعيدة كوني أحد الحضور هنا في هذا الحفل، وبالتأكيد أشكر ولي العهد صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة، شكرا لكل ما يقدمون لنا من جهد، فهذا يعزز من الكوادر التعليمية في بذل العطاء. بقدم أسماء آيات وشكر التقدير إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعمه الحثيث في جهد العملية التعليمية والتعليم وحثه وتوجيهه لترقيتنا إحنا الكادر المعلمين، وأنا واحد من المعلمين الأوائل اللي شملنا الترقية هاي السنة. صراحة الشعور الفرحة ما يوصف، جهود وزير التربية والتعليم في متابعتنا وتهيئتنا لأن نكون اليوم أحد نخبة المعلمين المتميزين في هذا الكادر. شكرا لسمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على إتاحة الفرصة للمعلمين للتطور الوظيفي، وهذا يدلل على حرص الحكومة على تمكين المعلم والإشادة بإسهاماته ودوره البارز في المجتمع. هذه الاحتفالية السنوية تأتي تقديرا واعتزازا بالجهود الجليلة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في تسليح أجيال المستقبل بأرقى صنوف العلم والمعرفة والقيم التربوية النبيلة للمساهمة في مسيرة التنمية والإعمار في مملكتنا الغالية.
في مثل هذا اليوم تستذكر مملكة البحرين جهود معلميها في تنشئة الأجيال وتزويدهم بالعلم النافع، وتأتي مشاركة المملكة بهذه الاحتفالية العالمية لتؤكد على اعتزازها الكبير بكوادرها التعليمية والإدارية، وفي مقدمتهم المعلمون والمعلمات، على اعتبار أنهم يحملون على عاتقهم رسم خارطة طريق التعليم للأجيال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.